السلام عليكم. بعد ما شفنا في الاول لي زاسو ريفوندي لي زاسو كونسومي لي ستوكاز، شفنا لي كا بجوج ديال لي انتربريز اندستريال و لي انتربريز كوميرسيال. ندوزو دابا لا فاز دو لا كونتابيليزاسيون. هنا هادي هي المرحله اللي كتهمنا فاش غادي نسجلوا هاد لي زيكراتور دو ريغولاريزاسيون دي ستوك في واحد الجورنال. نصحوهم فريمون و يعني يوليو عندنا داك لي زيكريتور صحاح. هاد لي زيكريتور ريلاتيف ا لا ريغولاريزاسيون دي ستوك كيدوزو من جوج ديال الحوايج، لانولاسيون و لا كونستاتاسيون باردون دي ستوك. لانولاسيون كتكون خاصه بلي ستوك انيسيو، انوليو لي ستوك انيسيو اما او ديبي دو ليكزارسيس كونطابل او بيان ا لا فان de l'exercice. كيفاش او ديبي ولا على فا؟ كيف ما كتعرفوا لو ستوك انيسيال كنكونوا عارفينه فلاني كامله من كان انولي واحد لو ستوك انيسيال، ما تنقصوش هذاك لو ستوك انيسيال حتى لو 31/12 كيف ما قلنا. هذا هو الغلط اللي تيكون. داكشي علاش حيت الستوك ما كيتبدلش، داكشي علاش دي كونطابل تيفضلوا انوليو في الديبي ديال ليكزارسيس. وكاينين دوطر اللي كيخليو حتى لانفونتير عاد تي انيلو لو ستوك انيسيال ديالو. بجوج صحاح، ولكن من الافضل حنا خدامين في لانفونتير نخليو الحوايج ديال لانفونتير حتى لانفونتير. وكاينه حاجه اخرى هي لا كونستاتاسيون دي ستوك فينو. هنا ما كاينش مشكل، ما اصلا حنا ما نعرفوش ستوك فينال ديالنا كيفاش غادي يتبدل حتى نوصلو حتى نوصلو لا دات ديال لانفونتير ولا فان دو ليكزارسيس. عادي يمكن لينا نكونستاتيو ان ستوك فينال فريمون. دونك هنا شفنا لي تيب ديال لي زيكريتور ريلاتيف لا ريغولاريزاسيون دو ستوك، لانولاسيون اي لا كونستاتاسيون. غادي نشوفو واحد لو كا ديال اون انتربريز مثال حي باش نستافدو من هاد لانولاسيون كونستاتاسيون نطبقوهم في الجورنال. دونك اون انتربريز دو كونفيكسيون فو رومي لي دوني سويفونت افان دو بروسيدي ا لا ريغولاريزاسيون دي ستوك او 31/12/2013. عندنا ان اكستراي دو لا بالانس افون انفونتير ابري انفونتير باردون بور ليكزارسيس 2012، نيميرو دو كونت ديال 3-1-2-1 matière première solde débiteur tabiat al hal khassou ykon solde débiteur 3-1-5-1 produit fini 4 528 000. L'inventaire physique effectué au 31/12/2013 floul kan عندنا 2012 dabaa عندنا 2013. Faire ressortir les informations suivantes: un stock de matière première ديال 1 425 000, en stock de produits finis de 4 327 000. Donc, il y a un travail à faire. Calculer les variations de stock pour les matières premières et les produits finis. Le soual ghadi nwelfou aleh nkounou lefna aleh aina menno la variation de stock. Donc daroury ghadi tkoun aoulou aleh hatta fi l'imtihan. Ila ma kanch soual ghadi tkoun mahtouta fi une balance. Ghadi nkhdemou tamarin inshallah men bad وامتحانات وغادي نتعمقوا في هادشي مزيان. دابا المهم الغرض هو نفهموا ونستوعبوا هادشي باش نخدموا تمرينات ونخدموا امتحانات. دونك والسؤال الثاني اللي كاين هو باسي او جورنال دو لونتربريز لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون دو ستوك. هذا هو السؤال اللي كيهمنا في هاد التمرين هذا باش نعرفو كيفاش انغوجيستري لانولاسيون و لا كونستاتاسيون. حتى قلنا لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون تو عندهم دو تيب ضروري يكونوا لانولاسيون و لا كونستاتاسيون. يلاه حتى نخليكم حتى ندير لا ريبون.